مساء الخير. بسبب كارثة 11 من سبتمبر منذ 20 عاما غزت الولايات المتحدة أفغانستان وأسقطت حكم حركة طالبان. بعد عقدين تبدأ أمريكا بالانسحاب هذه الأيام وتنهي هذه الحرب وفق الرئيس جو بايدن قبل 11 من سبتمبر المقبل. هو انسحاب بطعم الفشل والهزيمة. أمريكا ربما تنصاع لسخرية قدر يعيد تسليم السلطة إلى طالبان. من أجل الانسحاب من أفغانستان لم تعقد واشنطن اتفاقا مع حكومة كابل، بل خاضت مفاوضات مع طالبان، الحركة التي لطالما وصفتها بالإرهاب وخاضت ضدها حربا ضروس. القرار الأمريكي قلب موازين القوى وأربك اللاعبين في داخل أفغانستان كما في العواصم المعنية مباشرة جغرافيا وسياسيا بمصير هذا البلد. دول مثل باكستان والهند كما تركيا وروسيا والصين وإيران وغيرها تجد نفسها مضطرة لإعادة التموضع وفق معطى جديد قد يحمل طالبان إلى السلطة من جديد أو قد يدخل البلد في حرب أهلية، كما قد يحول أفغانستان إلى ميدان نفوذ ستتبدل حولها المصالح والأجندات. في الأسئلة الأفغانية الخصومة بين الهند وباكستان وأجندات غير متكاملة بين روسيا والصين وحسابات لتركيا الأطلسية بعد انسحاب الأطلسيين، وفي الأسئلة أيضا موقف إيران التي قدمت لها الولايات المتحدة هدية العمر حين أسقط الغزو نظام طالبان المعادي لطهران قبل عقدين، وهي واشنطن تسحب تلك الهدية، ما يعيد أفغانستان طالبانية على حدود إيران الشرقية. في واشنطن من ينتقد الخطوة لما قد تسببه هناك من كوارث، وفي واشنطن أيضا من يعتبر أن أفغانستان لن تعود مشكلة أمريكية بل مشكلة لخصوم أمريكا، وفي العالم من يراقب الحدث ويتساءل بشغف أي نظام دولي بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان. نقاش أبعاد من الدوحة مع السيد محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان. من كابل مع الأستاذ عبد الجبار بهير مدير مكتب المركز الأفغاني للإعلام والدراسات. سأناقش الأمر أيضا من لندن مع الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ عبد الوهاب بدرخان، ومن إسطنبول مع الأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالح. أي نظام دولي بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان؟ بعد الفاصل. أي نظام دولي بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان؟ نقاش من الدوحة، من كابل، من لندن ومن اسطنبول بعد هذا التقرير. لم يكن مفاجئاً إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حرب بلاده في أفغانستان قد انتهت. كانت الإدارة السابقة قد حضرت للأمر بيد أن تنفيذ هذا المنحى قلب أمور أفغانستان والجوار وربما النظام الدولي برمته رأساً على عقب. دول إقليمية على تماس جيوستراتيجي مع أفغانستان لم تنظر بعين الرضا إلى التدخل الأمريكي في هذا البلد، منها من حرض وسلح ومول جهود مكافحة هذا الحضور، ومنهم من انتظر رحيل واشنطن ليتنفس الصعداء ويسعى لقطف ثمار ذلك. الحدث يشعل حربا أهلية في أفغانستان ويهدد بإعادة حركة طالبان لمقاليد السلطة، والفوضى تهدد برواج داعش وجماعات الإرهاب وربما انتعاش الإسلام السياسي. غير أن الأمر يلقي ضوءا على مستقبل العلاقة بين الهند وباكستان في تنافسهما التاريخي عامة وعلى النفوذ في أفغانستان خاصة. والحدث يعيد آمالا إلى روسيا التي أوجعتها الحرب السوفيتية هناك، لكنها تمني النفس بعودة للعب دور داخل بلد يخليه الأمريكيون. والحدث مناسبة لاستعراض الصين لقواها السياسية والاقتصادية في المنطقة، بحيث تتولى إعادة إعمار بلد مزقته الحروب واحدة تلو الأخرى. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يجر مياها إلى طواحين إيران. طهران كانت سعيدة بقيام الأمريكيين بتخليصها من نظام طالبان قبل عقدين، وهي لا شك سعيدة بزوال الحضور العسكري الأمريكي عن شرق إيران. الحدث يطرح أسئلة عن مستقبل النظام الدولي بين غرب وشرق، وعما سيتبقى للحلف الأطلسي ومدى قبول طالبان والعالم لدور أطلسي تركي ما في أفغانستان، وعن وظيفة وموقع ودور المنطقة العربية داخل خرائط تتبدل ويكشف حركتها الحدث الأفغاني بامتياز. أنتقل إلى الدوحة، الأستاذ محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان. أهلا بك أستاذ محمد. طبعا الحدث الأفغاني حاليا هو الحدث الدولي بامتياز، هناك مجموعة من الأسئلة حول موقف حركة طالبان المقبل. طبعا إضافة إلى الموضوع العسكري الذي نراه، هناك أيضا ورشات من الدبلوماسية.
ما هو موقف حركة طالبان المقبل؟ هل أنتم ذاهبون إلى السلطة مباشرة بأية وسائل أم أنكم ذاهبون باتجاه المفاوضات مع الحكومة الأفغانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم وإلى جميع المشاهدين الكرام. موضوع جيد. موقف الإمارة الإسلامية منذ البداية بأننا نريد حل المشاكل من خلال الطاولة ومن خلال الحوار، وهذا قد أثبتناه منذ أكثر من سنتين تقريبا. خضنا المفاوضات مع الطرف الخارجي والقوات الأجنبية، وفي النهاية وصلنا إلى اتفاقية الدوحة. وعلى أساس هذه الاتفاقية قد أعلنت القوات الأجنبية الانسحاب الكامل من بلدنا، وبلدنا إن شاء الله سيتحرر ويتمتع الشعب بالحرية. بعد ذلك نحن جلسنا مع الأطراف الداخلية على أساس هذه اتفاقية الدوحة، وكذلك تم إطلاق سراح 6000 سجين، هذا أيضا على أساس من خلال الحوار ومن خلال الطاولة. إذن موقفنا منذ البداية بأننا نريد حل المشاكل من خلال الطاولة. أما هناك نقطة، وهي أن الحرب للأسف فرضت على شعبنا، هذا واضح للجميع بأن في 2001 عندما حدثت أحداث 11 سبتمبر كان اقتراحنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأننا نريد حل المشاكل من خلال الطاولة، بل إلى العالم كله، تعالوا نجلس على الطاولة ونريد أن نتباحث ونناقش الأمور التي حدثت. ولكن للأسف أن الطرف المقابل لم يستمع إلى هذا النداء، وكان القول عندهم القوة فقط، فجاءوا إلى بلدنا واحتلوا بلدنا. وبعد 20 سنة الآن ثبت للجميع بأن كان الجلوس إلى الطاولة هذا هو يعني لو كان تمام. أستاذ محمد، هذه الحرب التي تتحدث عنها، يقول الأمريكيون يقولون أنها انتهت هذه الحرب وهم بصدد الانسحاب نهائيا، لكن المعارك حاليا تجري بينكم وبين قوات تابعة للحكومة في كابل، فكيف تسمي هذه الحرب؟ نعم، هذه أظن نقطة يحتاج إلى شرح، وهو أن الحرب ما زالت هي حرب ليست داخلية بل حرب خارجية وداخلية، الحرب بين الشعب والاحتلال. طبعا هناك غالبية القوات الأجنبية قد انسحبت من بلادنا وستنسحب الباقية أيضا، ولكن لا ننسى بأن القوات الأجنبية حتى الآن تساعد وتدعم إدارة كابل لوجستيا وعسكريا، وأنهم معهم جانب إلى جانب. وهذه الإدارة الموجودة التي تسمى بالحكومة، نحن لا نعرف بأنها حكومة، هي إدارة جاء بها الأجانب وصنعوها. والدليل على ذلك بأن بعدما جاءت قوات الاحتلال إلى بلدنا في 2001، بعد شهرين من مجيء القوات الأجنبية واحتلال البلد صنعوا هذه الإدارة. وهذه الإدارة منذ ذلك الحين حتى الآن هي تعمل على أساس أوامر الأجنبية، والدليل على ذلك بأن أنتم تشاهدون الوضع الآن، بأن مجرد انسحاب القوات الأجنبية أو إعلان انسحاب القوات الأجنبية انحارت معنويات إدارة كابل. الآن حتى جنود إدارة كابل ينضمون إلى المجاهدين لأنهم لا يثقون في هذه الإدارة، وأن هذه الإدارة فاشلة جدا لا تستطيع أن تحافظ على نفسها. حتى إذا هذه الإدارة لا تستطيع أن تؤمن مدينة كابل، ومدينة كابل هذه مدينة صغيرة حتى في كيلومترات من رئاسة الجمهورية كما يقولون. تماما أستاذ محمد، هذه المفاوضات التي بدأتم تجرونها في طهران وربما أيضا في عواصم أخرى هي مع هذه الحكومة، وبالتالي التي تقول أنها ما يسمى حكومة. نعم، نقطة جيدة، ولكن هناك فرق، نحن نجلس مع جميع الأطراف الداخلية، أما الحكومة الإدارة كابل كحكومة الممثلة للشعب لا، نحن لم نجلس حتى معهم حتى الآن ولا نعترف بعد ذلك أيضا. هذا موقفنا منذ البداية، وهذا موقف أصولي وموقف شعبي، لأن هذه الإدارة كما قلت جاءت بعدما احتل بلدنا، وهي حتى الآن تمضي بأوامر من الأجانب، لأن تعرفون أن الأموال الهائلة التي جاءت بها القوات الاحتلال وجاءت هنا إلى البلد، هذه الإدارة صرفتها في لمصالحها لا لمصالح الشعب. وأيضا أن هذه الإدارة لا تستطيع كما قلت أن تسيطر على مدينة كابل فقط، هذه مدينة صغيرة، مديريات تحت سيطرة الإمارة الإسلامية فقط. المركز أستاذ محمد نعيم، ما هي الحكومة التي تمثل الشعب؟ إذا كنت أنا استمعت إليك في مقابلات سابقة تقول أنكم لستم مع الانتخابات، فكيف نعرف من يمثل الشعب؟
الممثل الحقيقي للشعب هو ما ثبت منذ 20 سنة، من كافح وجاهد لأجل حرية البلد ولأجل المجيء بالقيام بالنظام الإسلامي المستقل. فإذا هذا ثبت للجميع أن الشعب كان مع الإمارة الإسلامية، والإمارة الإسلامية كان لها حكم قبل ذلك، ولكن قوات الاحتلال هي التي جاءت وقاتلت المجاهدين وقاتلت الشعب إذا كان التعبير يعني بهذه الطريقة. فإذا الممثل الحقيقي للشعب الأفغاني هي الإمارة الإسلامية، والدليل هو أكبر دليل أو أحسن دليل هو أن حرية البلد أو حرية الشعب، هذا هو كما تعرفون في أي بلد كان من البلاد، هذا هو الأساس. فمن طيب أستاذ محمد، مهمة تقول، لكن حتى لا أدخل في تفاصيل الأفغاني الداخلي، وموضوعنا هو حول النظام الدولي بعد هذا التفصيل، أريد أن أعرف منك أستاذ محمد، نحن في العالم لم نعرف، أو العالم بشكل عام عندما يريد أن يتحدث عن حركة طالبان يذكرها منذ 20 عاما، عندما قامت بفرض تشريعات لها علاقة بالمرأة، لها علاقة بتفجير تمثال بانيان، لها علاقة باستضافتكم لتنظيم القاعدة والإسلام السياسي بشكل عام. بعد 20 عاما تطور هذا العالم، هل تطورت حركة طالبان؟ بماذا تغيرتم؟ عفوا، أنا أريد أكمل على النقطة التي بدأتها لأنها بكت في المنطقة. أنا قلت أن مصير الشعب وحرية البلد واستقلال البلد من جاء بها؟ هل كان التوقيع مع القوات الأجنبية على أساس انسحاب القوات الأجنبية كان من إدارة كابول أو هذه الحكومة التي تسمى بالحكومة أو من قبل الإمارة الإسلامية؟ هذا شاهد الجميع. إذا الذي يقرر مصير الشعب ويستعيد حرية الشعب هذا هو الممثل الحقيقي للشعب. بعد ذلك أتي إلى النقطة الأخرى أشرتم إليها، فهو للأسف نحن حتى الآن مستهدفون إعلاميا، وهذا ليس الآن منذ 20 سنة، الإعلام في يد العدو، وهو الذي يروج ما يشاء ويقول ما يشاء. ليس هناك لنا صوت، لم يكن لنا صوت منذ 20 سنة، حتى الآن تعرفون منذ تقريبا 2 سنة وسنة وأكثر بقليل نحن خرجنا إلى الإعلام، وقبل ذلك كان هناك نحن محاصرون إعلاميا وسياسيا واقتصاديا من جميع الجهات، لم يسمح لنا حتى أن نتكلم بكلمة، وهذا حق كما يقولون حرية التعبير، ولكن نحن كنا محرومين وحتى الآن من حرية التعبير. أنتم لعلكم تسمعون قبل يومين كان هناك مقابلة لأحد مسؤولي الإمارة الإسلامية وهو الأخ السيد مولوي أمير خان متقي في داخل البلد في مدينة قندهار، فجاءت هناك قناة داخلية ذهبت وأجرت معه المقابلة. مجرد أن خرجت بعض اللقطات من هذه المقابلة، إدارة كابل أعلن بأنه لا يسمح لهذه المقابلة أن تنشر، فمنعت نشر هذه حتى الآن لا يسمح. إذا كيف في مثل هذا الوضع كيف يستطيع الناس أن يفهموا الواقع ويفهموا الحقيقة ماذا يجري على الأرض وما هو في الواقع؟ يعني هذه مناسبة أستاذ محمد من خلال اللقاء معك على قناة تلفزيونية أيضا أن تعبروا عن وجهة نظركم، لكن أريد أن أعرف موقف طالبان القادم على المستوى الدولي. حضرتكم لديكم تاريخ من العلاقة الحميمة جدا مع باكستان، والبعض يعتبركم حلفاء أساسيين لباكستان. ما هي موقفكم المقبل مع الدائرة الدولية؟ نتحدث عن الهند، عن باكستان، نتحدث عن روسيا، عن علاقتكم بالولايات المتحدة، نتحدث أيضا عن إمكانية أن تبقى تركيا في أفغانستان. كل هذه الملفات ما هو موقفكم؟ ما شاء الله، سؤال وجيه جدا، ولكنه كما تفضلتم أنه فروع، وهذا لابد أن يكون هناك فرصة للجواب لأنني أجيب على هذا، يعني بشكل سريع، على أساس حرية التعبير. فإذا لابد أن يكون هناك فرصة. أنا قلت بأننا للأسف يعني مظلومون، أننا نتهم، يقال ضدنا ولا يسمح لنا بأن نقول شيئا. فإذا ما قلتم بالعلاقات مع دولة باكستان أو كذا، فباكستان جارتنا، إيران جارتنا، طاجكستان وأوزبكستان هذه، وأنتم تعرفون أن العلاقات بين أفغانستان وباكستان ليست جديدة الآن بمجيء الإمارة الإسلامية. أنتم تعرفون خلال الحرب ضد القوات السوفيات في الثمانينات جاءت هناك ملايين المهاجرين من أفغانستان إلى باكستان،
وهناك علاقات تنطرفون على حدود الأفغانية الباكستانية، الأقوام مشتركة بينهم ثقافة واللسان والدين والمذهب، هذه كلها مشتركات تاريخ. فإذا كان هدفكم هذا فهذا طبعا اتهامات من قبلهم، أما العلاقات بين البلدين على أساس هذه الأصول التي ذكرتها فهذا وارد. أما نحن مستقلون والحمد لله، ليس هناك علاقات غير طبيعية مع أي دولة مع أي أحد. علاقاتنا مع جيراننا مع إيران وباكستان وأوزبكستان ومع طاجكستان. بالضبط أستاذ محمد، علاقاتكم مع إيران تهمنا جدا، كانت علاقات عداء عندما كنتم في الحكم قبل 20 عاما، كيف تحولت هذه المرة وكيف يمكن أن تصبح أيضا؟ هذه أيضا من كما قلت على أساس الادعاءات والشائعات الكاذبة غير حقيقية. أما لما ليس مع إيران، لا علاقات مع الدول الأخرى أنا سأتي إليها سأذكرها، لعلكم تعرفون الآن وفد الآن في إيران، واليوم وصل وفدنا إلى موسكو، وقبل ذلك ذهبت وفدنا أكثر من مرة إلى موسكو، ولنا علاقات مع الصين، ذهبت وفودنا أكثر من مرة إلى الصين، ولنا وفود ذهبت إلى أوزبكستان، وذهبت وفدنا كان في 2012-13 إلى فرنسا، وأنا كنت عضوا في ذلك الوفد. فإذا لنا علاقات مع جميع الدول، ووفدنا ذهب إلى اليابان وإلى النرويج، ولنا وفود مختلفة، ولنا علاقات عريضة مع جميع الدول، ونحن نريد هذا، نحن نريد العلاقات جيدة مع جيراننا ومع صحيح. أستاذ محمد، في موضوع العلاقات، كيف ستكون علاقاتكم مع الولايات المتحدة؟ هذا أعلنه لا أكثر من مرة بأننا نريد علاقات حسنة مع جميع الدول بما في أمريكا. أمريكا طبعا هذه جاءت إلى بلدنا واحتلت بلدنا وقاتلتنا، قتلوا أيضا وقتلونا وحدث ما حدث، ولكن في النهاية أدركوا خطأهم، فالآن يعني هم انسحبوا ينسحبون من بلدنا. نحن نريد في المستقبل علاقات حسنة مع الجميع، وهذا موقفنا بأننا نريد أن نعيش في العالم. للأسف أنه الشائع والادعاءات الكاذبة والافتراءات، فهذه يعني جاءت علينا وضدنا وحتى الآن، ولا يسمح لنا بأن نقول حتى كلمتنا للعالم. فإذا ليس لنا مشاكل، نحن لا نريد، ليس هناك لنا مشاكل شخصية أو مع أي أحد. تعاملنا مع جميع الدول ومع حتى دول الجوار على أساسين اثنين، الأساس الأول هو الأصول الدين الإسلامي المبارك، والأساس الثاني هو منافعنا الشعبية الوطنية. فنحن علاقاتنا مع جميع الأطراف على هذين الأساسيين. تمام أستاذ محمد، هذا ما تريدونه تماما، لكن أفغانستان تاريخيا وحتى عندما كنتم في السلطة كانت جاذبة للصراعات الدولية والإقليمية. هل تملك حاليا حركة طالبان، وهل تملك أفغانستان القوة لكي تقاوم هذه الصراعات الصينية الروسية الأمريكية الهندية الباكستانية الإيرانية كل ذلك، هل تملكون هذه القوة لتكون مستقلين؟ نعم والحمد لله. القوة الأولى أولا طبعا هو نحن المؤمنون جميعا نؤمن بهذا بأن النصر من الله، بعد ذلك في الأسباب عندنا قاعدة شعبية وجذور شعبية، ولنا معنا الدعم الشعبي الغير متوقع لا يتوقعه الكثيرون، فهذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية المشكلة كما قلت بأن عدم تفاهم وعدم العلاقات، هذه كانت مشكلة بأننا تروج الشائعات والادعاءات. نحن جلسنا مع كثير من الدول، هم أدركوا قالوا نحن كنا نتصور شيئا آخر، ولكن إذا جلسنا وتباحثنا وتناقشنا فهمنا بأننا كنا على خطأ، هذه اعتراف من بعض الدول. فإذا الآن لنا علاقات مع الصين، ولنا علاقات مع دول الجوار بشكل عام، ولنا علاقات مع روسيا، ولنا علاقات مع دول الأخرى. فإذا نحن نريد من خلال تفاهم ماذا يريدون، إذا كان هم مثلا مصالح كما يقال يعني لا تمس سيارتنا ولا تمس مصالحنا الوطنية ولا تمس حرية بلدنا، فهذه الأمور لابد أن نناقشها فيما بيننا. وهذه لغة التفاهم ولغة الحوار، هذه الأساس. إذا كان هناك لغة التفاهم ولغة الحوار، نحن نريد نتوقع إن شاء الله ونرجو أن تحل المشاكل. أما إذا كانت ليس هناك علاقات ومشاكل كما كانت في السابق وتروج الشائعات والإدعاءات، فطبعا تكون هناك مشاكل. ونحن الآن إن شاء الله غلبنا على هذه المرحلة، فالآن لنا علاقات مع دول، ونحن نستطيع أن نحل مشاكلنا من خلال التفاهم والمحاورة والحوار مع الدول.
عظيم، شكرا جزيلا أستاذ محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، كنت معنا من الدوحة. نتوقف مع فاصل قصير لنعود بعد قليل لنناقش هذه المسألة، الانسحاب الأمريكي هل بإمكانه أن يخلق لعبة أمم جديدة أو نظام دولي جديد، بعد الفاصل. أبعد في القسم الثاني، أي نظام دولي بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان؟ نقاش هذا المساء توجه إلى كابول عاصمة أفغانستان. أستاذ عبد الجبار بهيل، مدير مكتب مركز الأفغاني للإعلام والدراسات، أهلا بك. منذ قليل كنا بحوار مع الأستاذ محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان. طبعا في كلام عن أن أننا ذاهبون إلى تفاوض، لا أعرف إذا كان هذا دقيق طالما نحن لا نسمع إلا كلام العسكر. إلى أي درجة عندكم في كابل هناك قلق من إمكانية أن يؤدي الأمر إلى حالة حرب أهلية كما تقول بعض التقارير أو إلى عنف؟ فيما يبدو بعد أن كان هناك مخاوف وشكوك في نوايا أمريكية حول الانسحاب الأمريكي والأطلسي من أفغانستان، لكن بإخلاء قاعدة باغرام الجوية وهي قاعدة مركزية للحرب الأمريكي في أفغانستان، لعل الولايات المتحدة الأمريكية جادة في تنفيذ اتفاق الدوحة. واتفاق الدوحة خير وسيلة إلى أمن أفغانستان، من جهة أنها تساعد حركة طالبان أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، وكذلك في الوقت نفسه توضح صورة واضحة أو صورة مفصلة للحوار الأفغاني الشامل الذي لابد أن يكون هناك توافق حول النظام السياسي لمستقبل أفغانستان. لكن في الوقت نفسه هناك بعد سقوط المديريات خاصة في شمال أفغانستان، عشرات المديريات سقطت بيد حركة طالبان نتيجة للتفاوض والنقاش بين حركة طالبان وبين الجيش الأفغاني واستسلام جنود وجيش وشرطة للجانب الطالباني. كان هناك قيادات سياسية ونواب البرلمان ذهبوا إلى مناطق أو إلى ولاياتهم وبدأوا بتسليح الميليشيات وبدأ بالحشد الشعبي الوطني تحت مظلة أن الحكومة الأفغانية والحكومة المركزية تدعم هذه المبادرة، لكن لحد الآن الحكومة الأفغانية يعني تثني على كل هذه المبادرات، لكن ليس لها موقف رسمي واضح يكون في تسليح الميليشيات. وهناك قراءات أن السياسيين الأفغان أو هؤلاء القادة الذين يرأسون الميليشيات في شمال أفغانستان لم يأتوا إلا أن يكون هناك مكتسبات لمستقبل أفغانستان وأنهم يحظون بدعم شعبي، لكن ما هو الواضح هو أنهم لم يستطيعوا لحد الآن سيطرة على إحدى المديريات بعد أن تمكنت حركة طالبان من سيطرة عليها. طيب. سأسألك لاحقا أستاذ عبد الجبار، ماذا يعني ذلك بالنسبة لأفغانستان؟ نحن هل ذاهبون إلى تفتت وتقسيم وحرب داخلية أم ممكن الأمور أن تذهب باتجاهات أخرى؟ أريد أن أذهب إلى اسطنبول مع دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية. دكتور سمير صالح، طبعا سؤالنا اليوم حول النظام الدولي الجديد إذا كان هناك نظام دولي جديد بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. أولا، كيف فهمت هذا الانسحاب الأمريكي؟ كيف تتخلى الولايات المتحدة عن موقع استراتيجي، وخصوصا أنها تعلن جهارا أنها في حالة صراع استراتيجي كبير مع الصين؟ كيف فهمت ذلك؟ نعم، مساء الخير للجميع. أولا طبعا الخطوة الأمريكية لا يمكن فصلها إطلاقا عن التوازنات والتنسيق على مستوى التحالف الدولي في التعامل مع الملف الأفغاني. الآن هل هو قرار تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية وتفرضه على بقية حلفائها وشركائها في الملف، أم أنه في تنسيق حقيقي بين التحالف باتجاه الإقدام على هذه الخطوة؟ نعم، الانسحاب من أفغانستان قد يكون خطوة إيجابية مهمة، لكن في أي أجواء تتم هذه العملية؟ هل هي تفتح الطريق أمام تفاهمات أوسع بين الأفغانيين، أم أنها تفتح الطريق أمام مسار سلبي باتجاه كما أشرت أنت قبل قليل سيناريو عودة الاقتتال وحرب أهلية أوسع في أفغانستان؟ لذلك وبالتالي أين مصلحة الولايات المتحدة هنا؟ الأمريكية هنا كبيرة.
هذا هو صحيح، هذه النقطة التي كنت سأشير إليها. يبدو لي من خلال هذا التحرك الأمريكي أن واشنطن تحاول، الإدارة الأمريكية الجديدة تحديدا تحاول أن تقوم بعملية إعادة تموضع في التعامل مع مثل هذه الملفات، ويبدو أن عندها قناعة أن هذا الانسحاب سيفتح الطريق أمام انفجار إقليمي ليس فقط أفغاني، بل خلط الأوراق بشكل أوسع بين دول الجوار الأفغاني واللاعبين المؤثرين في هذا الملف على مستوى الإقليمي تحديدا روسيا، الصين، الهند، إيران، تركيا وغيرها. هذا ما أراه أنا في التحرك الأمريكي. لا يعني لا أرى أنه في نية صافية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه فعلا مساعدة الأفغانيين على الانطلاق نحو مسار جديد. الآن في نقطة أهم، أنه الانسحاب الأمريكي يتم بهذا الشكل السريع والمفاجئ، خلال أسابيع حوالي 5000 جندي من التحالف يتم سحبها من أفغانستان، ويفتح الطريق أمام لاعبين إقليميين جدد يؤثروا أكثر فأكثر في الملف. يعني مثلا ما تبعناه أنا وأنت في التحرك الإيراني الأخير، هل هي عملية أمريكية مقصودة؟ هذه أيضا يعني مسألة مهمة للغاية تذكرنا بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الملف العراقي ومع الحرب في فيتنام، كيف تعاملت طيب. مع دعني أسألك لاحقا عن كل هذه التفصيلات أيضا بما فيها الأجندة التركية، لكن أريد أن أعود إلى لندن. أستاذ عبد الوهاب بدرخان الصحفي والكاتب السياسي، حضرتك أضاءت على هذا الموضوع في مقالك الأخير. لا أعرف إذا كان الولايات المتحدة تنسحب من أفغانستان لأنها لا تريد هذا البلد وتريد التخلص من هذه الحرب فعلا، أم أنها نبالغ بالتحليل ونقول أنها بين مزدوجين ضربة معلم، بمعنى أن لم تعد مشكلتنا أفغانستان أصبحت مشكلة الآخرين وخصوصا هي مشكلة الخصوم، ما رأيك؟ يعني نعم، ما نراه هو نوع من التوزيع، توزيع أفغانستان قطع إلى الدول الإقليمية المتهالكة أيضا لكي تأخذ حصة في هذه الكعكة المسمومة. لكن في نفس الوقت هناك تخلص أيضا من التكاليف، تكاليف بعد تريليوني دولار. يعني أي رئيس أمريكي يجب أن يراجع هذا الموضوع، خصوصا إذا لم تكن هناك النتيجة التي حددتها الولايات المتحدة. صحيح أنهم في الآونة الأخيرة تحدثوا عن إنجاز وهو التخلص من ما يسمونه الإرهاب الدولي أو الإرهابيين الدوليين، وأنهم استطاعوا أن يقضوا على هؤلاء، لكن في نفس الوقت كان هناك طموح لبناء شيء من الديمقراطية في ذلك البلد. أنا أعتقد بأن الأمريكيين أيضا اصطدموا بأن البلد غير جاهز لشيء، لا بطالبان ولا بالآخرين المناوئين لطالبان. يعني الحكومات التي نصبوها نصبت في ظل الأمريكيين لم تكن مثالية، ولم تكن حتى عملية بنقل البلد من حال إلى حال، بالعكس يعني الفساد مستشري، الشعب لا يثق بهذه الحكومة، وربما أيضا يحمل الأمريكيين مسؤولية. فبالتالي وجدت الولايات المتحدة أن أفضل شيء هو الانسحاب وترك هذا الموضوع، وكما أشار الدكتور سمير صالحة بأن هذا ربما يشغل الدول الإقليمية بصراعات فيما بينها أو بصراعات من أجل استحواذ على نفوذ. كل دولة لديها مخاوف محددة، الصين تخاف من سيطرة طالبان بالنسبة إلى الإيغور، الهند بالنسبة إلى كشمير، باكستان صحيح أنها تؤيد طالبان لكنها تخشى أيضا من طالبان باكستان، إيران لديها يعني اتجاهات متناقضة، من جهة مدت خطوط مع طالبان لكنها بالنهاية لا تثق فيها. فبالتالي هناك ربما فقط مصلحة أمريكية بالانسحاب، وبنفس الوقت أيضا يعني لا نعرف حتى الآن على ماذا تفهم الأمريكيون وطالبان. هذا سؤال كبير، هذا السؤال الكبير. أستاذ عبد الجبار بهير، حضرتك تحدثني عن اتفاق
الدوحة، وكنت أريد أن أسألك ما هو هذا الاتفاق الذي لا نعرفه؟ لا نعرف غير أنهم اتفقوا على انسحاب أمريكي، والبعض يقول انسحاب أمريكي مقابل أن لا تقوم حركة طالبان بأي شيء يضر الأمن الأمريكي سواء في أفغانستان أو في غير أفغانستان. لكن ما الذي يعنيه هذا الاتفاق؟ هل هناك ما بين السطور اتفاق آخر؟ بطبيعة الحال اتفاق الدوحة كما هو قدم في الإعلام وهو واضح مواضع أساسية أربعة، لكن يقال أن هناك ضمائم لهذا الاتفاق، لكن حركة طالبان من جانبها وعلى حسب المصادر المطلعة في الحركة أن هناك آلية تنفيذ هذه القرارات، هي الأربعة: الانسحاب الكامل من للقوات الأمريكية والأطلسية من أفغانستان، و كذلك التوافق من قبل حركة طالبان على تشكيل الحكومة الشاملة مع جميع الأطراف السياسية والحكومة الأفغانية، وكذلك أن أفغانستان لا يكون في المقابل بعد الانسحاب الأمريكي والأطلسي على حسب ادعائهم أنهم جاءوا هنا للقضاء على الإرهاب، ورغم أن الواقع الأفغاني غير ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت باسم وخلف لنا دمارا وويلاتا في أفغانستان، وحكومة فاسدة تأتي في صدارة كل الفساد وكل الويلات التي لا يستطيع أحد. طيب، ربما هناك مشكلة. دعني أعود إلى اسطنبول دكتور سمير صالحة. أريد أيضا أن أذكر بأن أفغانستان ربما تكون مثال على التحولات الحاصلة بشكل أو بآخر. روسيا تحاول مد الجذور مع أفغانستان، طبعا إيران تحاول ذلك، الصين لديها علاقات. عندما تكلمنا مع محمد نعيم المتحدث باسم طالبان قال أننا على علاقة مع الجميع ونريد أفغانستان مسالم ولديه علاقة مع الجميع، كلام جميل، لكن إلى أي درجة هذا الكلام دقيق؟ بإمكان الأفغان فعلا أن يكونوا على علاقة مع كل هذه التناقضات حولهم؟ يعني أنا أظن أنه التوازنات الإقليمية هي التي ستؤثر على مسار الملف الأفغاني داخليا، يعني لا أظن أنه التفاهمات الداخلية هي التي على مستوى الداخل الأفغاني هي التي سترسم خارطة التحالفات على بالبعد الإقليمي، العكس هو الصحيح. لذلك المغادرة الأمريكية بهذا الشكل مع التحالف الدولي برأيي ستنعكس بشكل سلبي واسع على السياسة الأمريكية في آسيا ككل. الآن في عنا سيناريو مهم للغاية بدأنا نناقشه في الداخل التركي، أنه خطوة أمريكية من هذا النوع فتحت الطريق أمام تحرك روسي بإشراف منظمة التعاون الأمن المشترك التي تقودها روسيا مع في إطار دول ست مشتركة منذ العام 1992، تم تفعيلها مجددا كما تتذكر في العام 2002. إذا كان فعلا روسيا الآن تقود هذا، وفيها هات كما نعرف جميعا أيضا جمهوريات لتركيا في آسيا الوسطى، هذا يعني أنه روسيا جاهزة بالتنسيق ربما مع الصين ومع الهند وحتى مع إيران. يعني هذا السيناريو الذي تعول عليه واشنطن من خلال تفجير الوضع الإقليمي برأيي قد يتحول ضدها إلى اصطفاف جديد بقيادة روسية. لذلك أنا رأيي أنه تركيا التي ذهبت في الأسابيع الأخيرة لمناقشة هذا الملف مع واشنطن نعم، لكنها لم تتردد إطلاقا في مناقشة نفس الملف مع أكثر من لاعب إقليمي وفي مقدمتهم روسيا. يعني زيارة لافروف إلى أنطاليا الأخيرة كان جزء أساسي منها نقاش الملف الأفغاني برأيي. إذا عاد معنا الأستاذ عبد الجبار بهير. طيب، دعني أتوقف مع فاصل قصير وأعود بعد قليل لنناقش هذه المسألة أيضا مع دكتور سمير صالحة، موضوع البقاء تركيا الأطلسية إذا كان مقبول بأفغانستان مقبول من الروس، وما هو الاتفاق الحاصل بين تركيا والولايات المتحدة في هذا الشأن. أبعد في القسم الثالث والأخير، أي نظام دولي بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان عودة إلى كابل. أستاذ عبد الجبار بهير، انقطع التواصل منذ قليل، كنت تتحدث عن الحكومة والفساد وكل ذلك، لكن بغض النظر عن هذه التوصيفات هناك حركة طالبان وهناك الآخرين، وبالتالي لا أعرف إذا كان الوضع القادم هو أن تكتسح حركة طالبان والآخرين أو أنها تتفق معهم، وإذا لم تتفق معهم فهناك
أطراف دعني أقول قبلية أو إثنية أو حتى سياسية لها ارتباطات حتى مع الخارج، ربما باكستانية هندية صينية روسية إلى آخره، قد يؤدي ذلك إلى عودة التدخل الدولي في أفغانستان. هل هذا دقيق؟ التوافق على مستقبل أفغانستان على الأقل، خاصة وأننا شاهدين على المفاوضات الأفغانية الجارية في الدوحة. للأسف بعد أن كان هناك اتفاق الدوحة بين حركة طالبان وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبدون حضور أممي ودولي وأفغاني وإقليمي ومحلي، أدى إلى أن يكون هناك قراءة كل واحد قراءتها تختلف عن الآخر، ولا أحد لحد الآن يعرف ما هو الواقع الذي تم الاتفاق عليها. فمشاركة لتشكيل الحكومة شملت الأطراف، لا زال قراءة حركة طالبان تختلف عن قراءة الأفغانية للحكومة الأفغانية، أقصد الجانب الأفغاني. فالجانب الأفغاني لا زال ومعها يساعد أو معه يساعد القوى الإقليمية والمحلية والمجاورة، روسيا والصين وإيران وباكستان، كلهم يلحون أو لهم قراءات أن لابد أن يكون هناك توافق مع السياسيين الأفغان. لكن حركة طالبان لا زالت تصر على أنهم يمثلون الشعب، وأنه لابد أن يكون مشاركة شعبية وليس مشاركة سياسية على حسب قراءتها. المشكلة الأساسية الأخرى هي قراءة شبار. هناك مشكلة ثانية، أن الأستاذ محمد نعيم يقول نحن نريد أن نعود بالإمارة الإسلامية وقيام نظام إسلامي، وهم لا يعني لا يؤمنون بالانتخابات إلى آخره. كيف يمكن تأسيس سلطة بدون آليات لهذه السلطة؟ صحيح أن المشكلة الأساسية لا زالت يعني إيقاف المفاوضات الأفغانية في الدوحة، ليس إلا قراءة إماراتية وقراءة جمهورية. يعني الوفد التفاوضي الأفغاني لا زال يثير على أنه لابد يكون هناك توافق على تشكيل الحكومة وعلى مضي قدما في المفاوضات في ظل الديمقراطية والجمهورية، وكل له رأي وكل له حق في اتخاذ قرارات البلد. لكن في المقابل حركة طالبان لا زالت يثير على أنها تريد الحكومة الإسلامية، لكن لا تصرح بإمارة إسلامية، لكن قراءتها الإسلامية هي ما تقرأها حركة طالبان. وبالتالي ليس أمامنا إلا أن يكون هناك تدخل إقليمي، ودول الجوار صرحت مرارا وتكرارا أنها لا تريد وصول حركة طالبان بهذه القراءة، وأنها لا تريد علاقتها مع النظام الذي يأتي في ظل سيطرة حركة طالبان بالقوة. فتوافد حركة طالبان على إيران. جبار، نحن نعرف علاقة حركة طالبان التاريخية بباكستان، برأيك ما هي العلاقة حاليا مع باكستان؟ هل باكستان تعول فقط على حركة طالبان أم لديها مصالح أخرى؟ باكستان لها مخاوف من الهند، من نفوذ الهندي في مستقبل أفغانستان، ولها مخاوف كذلك من أن حركة طالبان لعلها خارج سيطرتها، خاصة وأن المكتب السياسي الآن المتواجد في الدوحة، هناك قراءات وهناك لقاءات في المكتب السياسي مع دول العالم ومع الذين لا يريدون باكستان أن يكون أو يتم هذه النقاشات واللقاءات بدون حضور باكستاني. كل هذا أدى إلى أن يكون هناك موقف واضح لباكستان. وقبل أيام كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال في إحدى المؤتمرات أو إحدى اللقاءات له التلفزيونية أنه لا يريد في أفغانستان إمارة أفغانستان الإسلامية، يعني لا تريد طالبان بوحدها. كان هناك توافد من أفغانستان، وباكستان اطمأنت الحكومة الأفغانية والسياسيين الأفغان أنه لابد أن يكون هناك توافق شامل بين حركة طالبان وبين جميع الأطراف السياسية. لكن في الوقت نفسه لا زال هناك نفوذ باكستاني على حركة طالبان، لا زال هناك توافد لحركة طالبان إلى باكستان لإقناعها على ما تريد حركة لمستقبل أفغانستان. وبالفعل باكستان مكتسبات باكستان واضحة في غضون 20 سنة الماضية، المكتسبات التي اكتسبتها من تواجد حركة طالبان في مقابل الحكومة الأفغانية وفي مقابل مصالح لحلفاء الحكومة الأفغانية وعلى رأسها هند، لم تستطيع أن تصل إلى ما تريد من أفغانستان. فباكستان بطبيعة الحال استراتيجيتها واضحة، لكن دعني أقول أن تلاعب أمريكي
نحن ما نخافه في الواقع الأفغاني هو من تلاعب أمريكي، لعل الولايات المتحدة الأمريكية نواياها لا تكون غير جادة لمستقبل أفغانستان. طيب سأعود إليك لنناقش لماذا هذه الشكوك مع الولايات المتحدة. أستاذ عبد الوهاب بدرخان، هل ترى ذلك أيضا أن الولايات المتحدة فعلا ستنسحب لكنها لن تترك أفغانستان، خصوصا أنه يعني أي بحبوحة وازدهار اقتصادي لا يمكن أن يتأتى على هذا البلد إلا إذا كانت الولايات المتحدة راعية لهذه البحبوح؟ نعم، لذلك أتساءل على ماذا اتفق الأمريكيون وطالبان. وهناك سؤال آخر، هل أن الأمريكيين استشفوا أن طالبان تغيرت أو غيرت بعض خطوطها الأساسية؟ لكن حتى الآن لا نرى ذلك. من دون شك أن هذه المرة يجب أن تبرهن طالبان أنها تعلمت درسا من التجربة السابقة، وأنها تريد أن تبني دولة، لأنه إمارة إسلامية يعني مش دولة، يعني حالة من الميليشيا، حالة ميليشياتية لكن تتغطى بالدين وتفرض على الناس الشريعة بالطريقة المتخلفة، وتفرض على النساء أيضا أن يعيشوا في القرون الغابرة. هذا ما هذه تساؤلات مطروحة وليس هناك أجوبة عليها، إنما ربما يكون الأمريكيون اتفقوا مع طالبان على أنها تريد أن تكون أن تشارك في دولة مستقلة عن الإقليم وتراعي السياسات الأمريكية مقابل أن يكون هناك مساعدة اقتصادية، لأنه كثر الحديث أخيرا وهو ما لم نسمعه مع الحكومات الأفغانية التي تعاقبت عن استغلال ثروات أفغانستان وتوجيه تسليط الضوء على المناطق والثروات التي الكامنة في عدا طبعا الأفيون وغير ذلك، الثروات الطبيعية. فيعني هناك مسألة مفتوحة حاليا، لا يمكن التكهن بسيناريوهات واضحة عدا أن ما ترجحه طالبان حاليا هو أنها تريد السيطرة، والسيطرة يعني الصراع. واضح أن هناك قاعدة تحدث عنها الأمريكيون، ربما ليس الرسميين ولكن المحللون العارفون بالتقارير الاستخبارية، بأن كل طرف يجب أن يكافح من أجل أن يبقى على الساحة الأفغانية. قد يكون الثمن الاقتصادي مقابل المعادلة التي تركب داخل أفغانستان. دكتور سمير شرح، الأستاذ عبد الوهاب بدرخان يعني تحدث عن أنه الأمور يعني ربما غير مفهومة، لكن واضح أنه بالنسبة للأتراك مثلا، بالنسبة للروس مثلا، بالنسبة للإيرانيين القصص أكثر فهما، هم يخططون، هم يعني يدبرون الأمور. وخصوصا أريد أن أسألك عن الموقف التركي، تركيا هي الدولة الأطلسية الوحيدة التي تخطط للبقاء في أفغانستان. أولا لا أعرف إذا كان حركة طالبان التي تريد إزالة كل الدول الأجنبية من هذه الدولة ستوافق على هذا الموضوع. ثانيا، ما هي مصلحة تركيا بأن تكون جزءا من صراع في أفغانستان؟ نعم، يعني نقطة أولى أساسية برأيي أنه الذي يدفع الآن اللاعبين الإقليميين للتحرك الواسع بهذا الشكل هو القرارات الأمريكية المرتبكة المتناقضة في التعامل مع الملف الأفغاني. يعني واشنطن، الإدارة الأمريكية الجديدة، هي التي الآن تتحمل المسؤولية الأساسية في إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التصعيد والتوتر. واشنطن تعرف تماما أنه انسحابها وكبه حتى قبل أن تبدأ عمليات الانسحاب خرق أمني عسكري ميداني واسع لمجموعات طالبان لاتفاقية الدوحة. هذا ما تقوله واشنطن نفسها حول هذا الموضوع، ومع ذلك واشنطن ماضية في عملية الانسحابات وتتابع كيف أنه جماعات الطالبان، مجموعات الطالبان تتوسع أكثر فأكثر في مناطق جديدة. الآن في نقطة مهمة هنا،
بالنسبة لتركيا لا أظن إطلاقا أنه أنقرة ستدخل في لعبة خطيرة من هذا النوع لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها في إرسال قوات إضافية أو تكليف القوات الموجودة باتجاه حماية مطار كابول الدولي، لأنه أنقرة تعرف أنه المسألة ستكون أبعد من مسألة حماية أمن المطار، خصوصا إذا ما ذهبنا وراء سيناريو فتح علبة الباندورا في الملف الأفغاني. لذلك أظن أنه أنقرة حذرة تتريس ولا تريد أن تناقش الملف مع واشنطن وحدها، تبحث مع أكثر من عاصمة، وهل هناك فرصة فعلا حقيقية لتولي أو المشاركة في عملية المساهمة في دعم الأفغانيين في مرحلة جديدة أم لا؟ هذه هي برأيي. يعني هل هذه التجربة في أفغانستان، التجربة التركية في أفغانستان شبيهة بالتجربة التركية في سوريا وفي ليبيا، ودائما بالتفاهم وبالصراع مع روسيا؟ صحيح، لكن أظن المشهد الأفغاني يختلف بعض الشيء. نعم المصالح أو البراغماتية، الفصل بين الملفات إذا شئت أيضا في العلاقات التركية الروسية مهمة وتتقدم بنجاح في أكثر من مكان، لكن أظن الملف الأفغاني في خصوصية أكبر من ذلك. كما تعرف المنطقة الجغرافية، دول الجوار الأفغاني وتضارب المصالح وتعقيدها. تركيا ليست دولة مجاورة لأفغانستان كما هي الحالة في سوريا أو في العراق مثلا، ليس جزء من شرق المتوسط. لذلك الملف الأفغاني في برأيي لاعبين أكثر تأثيرا من تركيا في التعامل مع الملف. هذه نقطة تعرفها أنقرة وتقبل بها، لذلك تذهب باتجاه التنسيق مع هذه العواصم. أستاذ عبد الجبار بهير، المشروع التركي بأن يذهب ليكون يعني يحرس المطار كابول ومناطق أخرى وبعض المنشآت الدبلوماسية الدولية، هل الوجود التركي مقبول في أفغانستان من قبل الأفغان؟ طبعا تركيا لها علاقات مع أفغانستان، وبنظرة أن تركيا لعبت دورا أساسيا تاريخيا في أفغانستان، هذا من ناحية يعني دورا مقبولا ويرى الأفغان بشكل عام. لكن هناك مشكلة أساسية، الدور التركي في مظلة أو ظل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان وفي ظل تحت مظلة الحلف الأطلسي لم يأتوا هنا لعلاقات تاريخية أو ثقافية أو أخوية، وإنما جاءوا نتيجة للاحتلال الأمريكي. فالأفغان يرون أن كل من ساعد الاحتلال في أفغانستان هم كتلة واحدة، أو هذا ليس يعني لا أقوله أنه موقف رسمي أفغاني، بل كشعب أفغاني التواجد الأمريكي وحلفائها في أفغانستان هو نقطة المشكلة ونقطة الخلاف ونقطة الأساسية لأن أفغانستان لا يذهب إلى الأمام أو لا يذهب إلى الأمن على الأقل. فالانسحاب وفقا لاتفاق الدوحة إذا لم يتم، فلعل الجانب الطالباني وهو الجانب الأساسي في صراع الحرب في أفغانستان لا يسكت، وموقف واضح لحركة طالبان أنها يرى كل من يبقى تحت هذه مظلة يرونه عدوا لها ومحتلا للبلاد. وبالتالي هناك يعني الآن بدأ مبادرات قطرية بوساطة قطرية لعل الانسحاب سيتم بشكلها الحالي ووفقا لاتفاق الدوحة، وإن تكون هناك حاجة لتأمين مطارات أو إن تكون هناك مشكلة أو إن تكون هناك خطرا على في عندي سؤال أخير فقط في الدقائق الأخيرة للأستاذ عبد الوهاب بدرخان. الغريب في الموضوع هو إيران، ما رأيك طبيعة يعني هناك اجتماع لكافة الفرقاء يعقد في طهران وتذهب طالبان والحكومة إلى طهران، ونحن نعرف هذه العلاقة الملتبسة المعقدة الدراماتيكية الطائفية بين نظام طالبان وبين نظام الإيراني قبل ذلك، ما هو مستقبل هذه العلاقة برأيك؟ يعني أعتقد أن إيران تتحرك على مساحة من أولا العلاقة ما بين قطر وطالبان، وثانيا من خلال اتصالات إيران نفسها مع طالبان خلال السنوات العقدين الماضيين. طالبان لا شك بأنها خلال تلك الفترة كانت بحاجة إلى انفتاحات تؤمن لها بعض الخدمات. بنفس الوقت إيران يعني لم تكن فقط اتصالاتها
على مستوى تسليح أو تأمين تسهيلات عسكرية، وإنما أيضا كانت لديها مشاريع، حتى مشاريع مع الحكومة الأفغانية، وكان واضحا أنها تستثمر من أجل المستقبل. في حال ركبت الحكومة الأفغانية التي أنشئت في ظل الأمريكيين كان به وتكون عندئذ لديها أسهم لدى هذه الحكومة. أما إذا عادت طالبان فلديهم أيضا أوراق مع طالبان، هذا شغل يعني على مدى عقدين. وبالتالي حاليا كما قلت هناك مساحة يستغلها الإيرانيون، طالما أن المحادثات السياسية متعثرة على مستوى الدوحة، يعني في التي كانت ترعاها الدوحة، فهم أخذوا هذه الورقة مؤقتا ويعني سموها نوع من حوار. تماما. هذا يعطيك فكرة عن نوع التنافس، يعني من أجل يعني اجتذاب طالبان وحجز مصالح معها. لكن يعني لابد من القول كما قال أحد ضيوفك أنه المسألة لن تكون بالنسبة لطالبان يعني نزهة هذه المرة. لن واضح جدا أن يعني الملف معقد ويمكن يحتاج إلى حلقات ومقالات ودراسات أكثر وأكثر، إذا ما كان هذا المفصل هو مفصل يحدد نظام دولي جديد في العالم. شكرا لك أستاذ عبد الوهاب بدر خان، الصحفي والكاتب السياسي، كنت معنا من لندن. أشكر دكتور سمير صالح الأستاذ في العلاقات الدولية، كنت معنا من أسطنبول. أشكر أستاذ عبد الجبار بهير، مدير مكتب المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، كنت معنا من كابل. وأشكر أيضا أستاذ محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، كنت معنا في القسم الأول من الدوحة. أي نظام دولي بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان؟ كان نقاش أبعاد لهذا المساء. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.